النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا، بسرعة بسرعة اشتغلوا أعمال صالحات يا شباب يا رجال يا أخوات يا أخوان، ترى في سبع شغلات بدها تجيك، يا بتجيك واحدة منهم يا بتجيك كلهم. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ لا سمح الله يصير فقر شديد شديد، ما عاد تقدر ترفع راسك، ما عاد تقدر تقوم على حيلك، شو عم تستنى؟ بسرعة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا، أو يصير معك مصاري كثير 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 وبعيد من هون واحد يطغى، أو مرضا مفسدا، لا سمح الله تمرض وتقعد بالسرير ما عاد تتحرك، أو هرما مفندا تصير كمان مسن طاعن بالسن ما لك أدران تمشي خطوتين، أو موتا مجهزا أن يأتي الموت، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بس أكيد يعني لذلك أسرعوا يا شباب بالأعمال الصالحات، شايف حالك عندك فراغ، شايف حالك الحمد لله يعني أمرك حسن، اشتغل. شو بدي اشتغل؟ افتح المصحف احفظ القرآن الكريم. قال لي أحد الإخوة تعطل عن الشغل سنتين، قال لي حفظت القرآن بهالسنتين، معناته اشتغل هو، يعني جعل القرآن شغله. هلا لأنه اللي بده يحفظ قرآن سنتين بده يعد له كل يوم 8 ساعات شغل، هذا الدوام. فأنت شايف حالك الآن عندك متسع من الوقت، قوم اشتغل، افتح مصحفك قوم اشتغل، مسك مسبحتك قوم اشتغل يا أخي، ساعد أهلك قوم اشتغل، بر أخاك قوم اشتغل، ساعد جيرانك قوم اشتغل، اقرأ في كتب العلم. تعال قول حطوا لي برنامج قراءة كتب، بدي كل أنا أسبوع بقرأ كتاب، لخصهم هالكتب، يعني المهم اشتغل لاقي عمل تعمل به، لأن الشيطان يشغل الأيادي الفارغة، إذا ما عندك شغل بقبل الشيطان بشغلك.